السلام عليكم أيها الأصدقاء، هنا يمكنكم مشاهدة نتيجة زراعة الخضار في الأصيص إذا لم تتوفر على حديقة كبيرة. انظروا ما شاء الله، طماطم تعطي نتائج رائعة. حتى الفلفل الكوسة ما شاء الله، الخيار حتى شجر التفاح في هذا الحوض. أنصحكم أصدقائي بتجميع نبتة الكوسة والذرة والفاصوليا في حوض واحد، بحيث أن الذرة تشكل الساق الذي ستتسلق فوقه الفاصولياء، وبما أن الفاصولياء من القطن فإنها تثبت الأزوت بالنسبة للذرة وللكوسة، كما أن الكوسة تشكل الظل بحيث لا يتبخر الماء كثيرا من الأصيص. للأسف في هذه الحالة فإن هذه الكوسة التي غرست لم تكن هي على شكل متسلق، يعني ذهبت بعيدا من الحوض، ولكن ليس مشكل، فقد أردت أن أتشارك معكم هذه التجربة. هي أيضا أعطت نتائج جيدة، يمكنكم أن تروا ثمار الكوسة هناك. حتى الفراولة أصدقائي تعطي بشكل وافر وبشكل مذهل في الأصيص، فقط أردت أن أتشارك معكم هذه التجربة الصغيرة. السلام عليكم ورحمة الله.